إذا غنصحوا التمرين الثاني المسافة القيمة القيمة بالمتر ثم الكتابة العلمية ثم رتبة قدر رتبة قدر نمشيو نبداو في الأول شعاع درجة الهيدروجين R كتساوي 5 وهاد بي وهاد M بيكو بيكومتر إذا بيكومتر تولي عندنا هي 5 إذا خصنا نكتبو هنا 5 خمساش خمسة في عشرة عشرة شحال عشرة ناقص 12 عشرة ناقص 12 متر مزيان أنا كتبة علمية بون هي هاديك نفسها هادي هي اللي هنا ثم رتبة قدر هي شحال بما أن عندنا خمسة خصنا نزيدو واحد إذا عشرة ناقص 12 زائد واحد تولي لنا 10 ناقص 11 هنايا تكتبها هنايا شعاع الأرض هو R كتساوي 6400 كيلومتر كتحولها للمتر تولي لك هي 6400 في 10 أس 3 إذا غتبقى عندك هي 6.4 في 10 أس ناقص زائد شحال كانت عندنا 3 هنايا و 3 اللي غتزاد هي 6 6 متر هذه الكتابة العلمية هذه الكتابة العلمية غديرها هنا عاوتاني إذا رتبة قدر بما أن عندنا 6 أس 4 هي أكبر من 5 غنزيدو 1 إذا تقول أنا 10 أس 10 أس 7 نمشيو قطر كرية الدم الحمراء إذا 10 12 ميكرومتر هي 12 ميكرومتر شناهي هي 10 ناقص 6 مزيان متر مزيان إذا هنايا الكتابة العلمية هي 1 فاصلة 2 فاصلة 2 في 10 أس ناقص 7 10 أس ناقص صحيح لا 10 أس ناقص 5 10 أس ناقص 5 مزيان إذا شحال تعطينا هنا إذا تعطينا بما أن هذه صارت لنا هي 10 أس ناقص 5 تبقى هي نفسها العدد اللي درناه هو اللي غيبقى 10 أس ناقص 5 حاول تكتب داكشي مزيان طول مسطرها 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر نحولوها للمتر هي 20 في 10 أس ناقص 2 متر متر هنايا متر إذا الكتابة العلمية هي 2 في 10 أس ناقص 1 مزيان شحال رتبة قدر هي 10 أس ناقص 1 تبقى هي نفسها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.